شكون هذا؟ تصور سامحني رازي سامحني تصور ولا ديريكت ولا ديريكت؟ لا مسجل بالحق والله فجعت لا مسجل. السلام عليكم مدام دخلت رد بالك رد بالك رد بالك الكرو شو الكرو يا كابتن يا ودي شوف سامحني باهي باهي الكرو يا ودي الكرو لا لا ساقي من رجله صافا من رجله شكون داخل كابتن خالد وانت والله العظيم تعرف وحدك كفويت تعمل ربي يفضلك ربي يفضلك كفويت ما يقدك لا اكثر ولا اقل معناها والله خاطر ألفة نحذروا الراس شكون ألفة؟ ألفة الساحلي هي زميلتنا ألفة شبيه نحذروا الراس العام في السهرية وأنا غلطت مسلي يعني بيه دارنا دارك فيها دونك ما عرفتش منين دخلت ديركت لهنا كيت روحك هنا سيداتي أو سادتي مرحبا بكم على الوطنية الأولى اليوم باش نقدم لكم حالة الطقس اللي هي تتمثل في الآتي عندنا في الشمال سهرية على الوطنية الأولى في الوسط سهرية على الوطنية الأولى وكذلك في الجنوب سهرية على الوطنية الأولى فوفو اش تعمل خويا صباح روز لاباس لاباس عليك والله الحمد لله شنو نقولك انت مرحبا بي انا بحذاك مرحبا بيك صباح صباح عجبتك الميتيو عجبك الطقس غلطت انا داخل الاستوديو نخدم انا وقفت مقيد باش نخدم في بالك اليوم هو دخول الليل البيض ولا؟ اليوم سارة؟ اليوم الليل البيض خارق العادة الناس تستنى في المطر، أنت شنو اللي جايب معك؟ أنا عندنا سهرية بتاع راس العام على الوطني الأولى إن شاء الله ألفة الساحلي تنشيط ألفة الساحلي وفؤاد لي تيم، فما برشا مفاجآت، فما برشا فنانين، فما برشا حاجات حلوة، دي كادو، برشا حاجات باهية باش تنفنف في الأمور إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أما جوست بالله حبيت نوصيك ريت الخريطة إجا بحذايا باش نوصيك غاديك هنا مدنين إي مدنين عندي الوالد والوالدة في مدنين ماذا بيت هنين عليهم غادي بالقدر به به ونحن السهرية متاعنا في تونس لهنا إن شاء الله فهمت قول أنت ركح الطقس سهرية رأس العام إيه ركح الطقس بعد رأس العام نجيبوا المطر باش تتفرهد الأمور على إن شاء الله إن شاء الله به رب يحفظك يلا بون خباي أنتم بتصوروا ساعة أي بتبيع قاعدين نعملوا معناتها كيك بالحق سامحوني يا سامحوني سامحوني جو سي ديزولي جوست على خاطر أنا قالوا لي الليلة سهرية رأس العام غدوة البريمي قالوا لي اسمر لا 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 انا احبه هذا افهمني فهمي هذه هدره اخرى احنا اليوم اللي السبت سهريه السبت مازال الريفيون نهار الاثنين الريفيون في الليل اي فوالا نهار الاثنين اليوم ماكش اثنين اليوم ما اللي يظهر لي فردوس بنتي يظهر لي نحات الوحده بتاع اليوميه لقيت روحي في النهار غلطه اليوميه تقاطع قديمه مش نتاع لا بريزونس لا يومي صدقني والله يومي تسنى نحب نجي نمشي نجيبها ونجي توا مازلت ما تبداش تو شنو معناتها انا حاتم وجوده لهنا مو كونفيرم خاطر هو معنا في حاتم مش معاك في شنو زاد اللي هذيك عربون اخر زي العربون اخر عربون مره في العام تود اللي مونتري اون جروب Voilà, à tous ces pays. تصوروا يا اخي pardon سامحني عسيبه فؤاد تصوروا انتما وين نصوروا فؤاد سامحني خاطر اللوج عليك انا بونجور سي جو ميكسكوز فؤاد مرحبا اهلا وي مرحبا وي فؤاد avec grand plaisir on est en direct hein Oui, on est en direct. Ça, c'est formidable. Et c'est tout à fait lui, hein, c'est Fouad Itaï. Oui. Non, non, c'est pas un sosie, c'est bien lui. Fouad, merci. Aïchek. Fouad, je suis partout de conducteur. Samahni, là, vous êtes tous les deux. Oui, en direct. Ah, je suis en direct. Ah, là où j'allais, je suis. جو جو كالم انا ماذا بيا رايد الامور على خاطر جو رايد هكا مزيان و يلزمنا نمشوا نصوروا تو نحن الفا نروح هي مش اليوم عاد فؤاد شبيك سهرة راس العام هذه كانت هذه كانت فقرة خاصة بفؤاد على طريقته هو الخاصة فؤاد كيفاش معناها زملائنا كيفاش معناها كي دخلت لهم تاتو اون ديريكت كيفاش كان التصرف؟ هو الرياكسيون هو فما معناتها يبدا على الاقل اون بيرسون ولا زوز يكونوا في بالهم بالخدمة البقية لا دونك انا نشكرهم والحقيقة نوجه لهم تحية لأنه تحية لكل زملائنا يعطيهم الصحة كانوا معناتها بصدر رحب قبلوا الحكايه يعرفوني معناها شويه تفدليكه خفيفه هي حابين على الاقل نعملوا كل مش بوندانونس ولكن نعملوا عمليه اشهار لل لل لانه عجبتك طريقه جديده فوالا طريقه جديده ما شفتهاش بحق عليك لا لا بحق على خاطر في الحاجه الممتازه اللي عندك ان كل مره تفاجئنا ودائما عندك جديد ربي يحفظك هذه الحاجه الباهيه اللي تمتاز بها برافو فؤاد تحيه كبيره لفؤاد لي تيم يعطيك الصحه اذا
ودعنا وردة الغضبان والآن نستقبل موعدنا وتحية كبيرة 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 سندريلا سندريلا الأغنية التونسية أسماء بن أحمد. أهلا وسهلا بك أسماء. مرحبا بك أسماء. عايشك وبيك. كل عام وانت حي بخير لله. معكم كل عام وانتم حيين. نورتنا لله. مرحبا مرحبا بك. إذا خلينا نمشيو للفقرة الموالية فقرة طلع تربح. تفضلوا. فقرة طلع تربح باش نعطيو لكل ضيوفنا كل واحد صورة وكل صورة كل واحد منكم تطلع له صورة كل صورة تعطينا الفنانة هذيك ثلاثة أعمال في 3 سكوند في 3 ثواني. نبدا معاك فنان لمين نهدي والصورة الأولى إن شاء الله يكون مسرحي. داليدا داليدا هي أصلا تونسية أي مصرية. أعطيني تراها تذكرهاش ثلاثة أعمال. عدة أغاني عندها. أعطيني ثلاثة. ما نحفظهمش كل ما. عنوان ليه ماكش حافظ؟ من الآخر أنا مانيش مغروم بها برشا. دليدة مش مغروم بها. غازي عندك ثلاثة عندك شي ثلاثة أعمال حافظها؟ لا ما حافظ عمل لنا اللي هو حلوة يا بلدي تقريب المصري ذاك ياسر. سلمى يا سلمى. وسلمى يا سلمى سي نتفكر. لا نسمعوا شوية حلوة يا بلدي. والله ما نحفظهاش كلمتين يذولي أسمى تنجم تغنيها خير مني أنا أسمى استعانة بصديق استعانة بصديق على قلود هكا يلا ميساج بوعدكم الكل شوية من حلوة يا بلدي يلا اللي كانوا توا كل واحدة غنت ساعة عندي استنى فيك ساعة يلا أسمى سفيان نعطيو صورة المواليه لو تسمحوا الفنان التونسي الكبير صبر بيعي ملحنو منتي سي احمد العالم ملحنو منتي فما زوز حسدوني حسدوني ويكفيك شرهم باهي اعطيني مطلع نتاع اي اغنيه تحب عليها حسدوني حسدوني تريف ري 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 صباح لا 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 حسدوني ظلموني غدروني يا ليام حسدوني غدروني ظلموني يا ليام دارت روحي بين جروحي بسد عليا وضاق تحية الفنان حسين العفريت أكيد تحية كبيرة لي قلبي يوجع فيه عندكش عندكش الصبر عندكش الصبر وحاجة من المديح مش مني قلبي يوجع فيه قلبي يوجع فيه أعطينا حاجة الأولانية بالكل نتفكرها نسيت المديح أسمع أعطينا حاجة من أي غنية من الغنيات
زايد يا غدارة الأولى. قلبي يوجع فيا من اليوم اللي ريتك برشا موش شوية يضر حبيتك. قلبي يوجع فيا من يوم اللي ريتك برشا موش شوية. يعطيك الصحة، تحية لحسين. سفيان شوفوا الصورة الخاصة بيك سفيان. صليحة الريجيستر هو بيدو صح. حب نسميلك زهر. أعطيني ثلاثة حاجات. عرضوني زوس بيا نزادني بي ريد فاني أم الحسن غنيت. اخترنا حويجة هكا مطلع صغير من غنية نعملوا عرضوني. عرضوني يلا سهل يا خوي عرضوني يا رني. وارضوني زوز سبايا واحدة في نار الأخرى شمعة ضوايا لكن نار. وارضوني زوز سبايا واحدة في نار الأخرى شمعة نختموا معك فؤاد، نختموا مع الفنانة القديرة نعمة. تحية كبيرة 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 الفنانة القديرة نعمة. أعطيني ليلى عيد صديق مثال. لا لا سورتو ليلى عيد. ليلى عيد الأولى ما نحبش فضة. ما نحبش عليا. ليلى أه يا ليل. ليلى أه يا ليل. جد عليك جد عليك. خلي يقول واش يهم. جد عليك واش يهم. عليا كلمة واسطة. أي 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 اسألني ما نحبش فضة. اسألني عليا غازي عاونوها سفيان. لازم مكرواتكم نختار واحدة. أنا نعمل الميم وأنتم ليلى عيد. ليلى عيد حلوة. يلا ما بعدنا يلا ليلى عيد يلا. أيوة الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد الليلة عيد فرحة فرحة والعمر جديد العمر جديد العمر جديد. الفنانة القديرة نعمة. تحية تحية كبيرة. ربي يطول في عمرك وربي يفضلك لينا. لمين
محليه فما زمان فترة إن شاء الله إن شاء الله نقولوا إحنا تتعاود محليه هيك الفترة هذيك مع الفنانين الكبار هكا ولا؟ والله أنا محظوظ لأني عشت برشا فترات أي الحمد لله من نواري بلون حتى الكولور أي برشا برشا كانت فنانين قاعدة محليه وإن شاء الله وإن شاء الله ديما نتفكروهم إن شاء الله أي لأنه معناتها فنانين قدموا الكثير للبلاد هذه وللشعب هذا وبمستوى راقي وراقي جدا اكيد اليوم شو شوفوا لقطات من الدراما التونسيه القديمه شوفوا لقطات مسرحيه شوفوا بتيار خاص بكبار الفن معناها يعني كيف نقولوا الحاج كلوف مثلا ولا نقولوا زميله العرابك العملاقه الفنانه الكبيره المرحومه ولا زهره فايزه ولا حموده معالي ولا محمد عبد السلام بش وغير يعني فنانين كبار معناتها من الوزن الثقيل أي. يعني اللي تو ما عادش تلقاهم كما مسرحيه الماريشال مثلا عم حمد بالتجاني هذا الهرم هذاك الثري اللي تضوي على المسرح يعني الناس هذوما دائما يبقاو في الذاكره وماذا بينا دائما نتفكروا اكيد نايز. اكيد ربي فضلهم لينا وتحيه كبيره للفنانين الكبار وان شاء الله نرجعوا ان شاء الله نرجعوا نعملوا ديزيميسيون نلقاو فيهم الفنانين هذوما اللي هما مدرسه للناس الكل مدرسه لينا ونقتدوا بهم ونتعلموا عليهم ونقدموا بهم هما اكيد ليروبير ضاعوا ليروبير ضاعوا ضاعوا مالو رزمه ان شاء الله نحاولوا قدر المستطاع في دو لوكازيون باش نترحموا على حسن نترحموا على قاسم الكيفي خاطر مسونا برشا ومنصف لازعر الله يرحمه هادي تونسي لازعر هادي الله يرحمه برشا قامات فنيه غادرتنا الله يرحمهم وينعمهم وخليه ومخزون كبير سيرتو نتاع حسن كانت اثرت فينا وسيتي تخي ديفيسيل باش نتجاوزوا الله يرحمه انا بدي نحب نترحم على فنان عملاق كبير مؤسس اللي هو استاذي الاول اللي علمني الالقاء مخارج الحروف اللي هو الاستاذ منصف السويسي تحيه الله يرحمه الله يرحمه تحيه الروح والله يرحمه الله يرحمه من عامهم باش نواصلوا مع الجو والفن والاغناء واكيد اذا كان حاضر معنا غازي العيادي راهو فما برشا 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 جو تحيه للفنان غازي العيادي يلا نشكي شكون اللي سمعني لما تكثر عندي جروح ما نلقى كان اللي يخدعني زيد علي We'll be right back.
بالي مني تروح أو راحت بالي مني تروح ونشكي شكون اللي يسمعني ولما تبتر عندي روح ما نلقى كان اللي يخداني وعايشين فيها اتنين
والبادية ألوانك الزربية عايشين فينا اثنين أنا وهي والبادية ألوانك الزربية فؤاد اليوم شو محضرنا؟ عندنا حصيلة 2018 ما شاء الله. أيوة مش حصيلة هي حصيلة 2018 هاي سيدي نبدأ بالدينار. أيوة تلمون طاح حتى كتيح لك دينار تحشم باش تهز تقهر له على جنب باكة وتخليه غادي يهزوش حد آخر ولا حاجة. أما تهنوا البنك سنترال عندها برنامج باش ترد الدينار اسمه دوينير على اي احسن يظهر لي افضل معناتها كي يبدا اسمه دوينير توتي بعضها الامور خاطر دينار 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 باش لاغمو خاطر من بعد كي تجي تقول له بالله اللورو بقدا باش يقول لك اربع دينارات اربع دوينيرات اللورو بقدا اخويا اربع دوينيرات باه تتعدى خير زاد. وسمعت زاد اللي الدينار قاعدين يعاوموا فيه خاطر توسخ بتبييض الأموال دونك يعاوموا فيه في البحر في البحر في الواد في قلته يلزمنا نعرفه بايو بكيلي دو بياس عريان عريان يلزمنا نعرفه زاد وي ترو بياس وي ترو كوزينا اي سيدي والدوينير هذايا يساوي أربع عظيمات. ياتينا ما كبر ليك. والعظم زاد ولا سي العظم وما ندراك مال شنو؟ العظم نجر هذي تو. اه العظم ولا ولا بقدره هي عظم. اي سيدي ما عادش نقولوا الله تنجح. ما عادش نقولوا نفقس عظمه. فقس دوي. لا احتسي بيضه. سي العظم راهو معناتها لازم والدجاج ولا الدجاج اللي هو يجيب في العظم بيان سور. ما تعرفوا الدجاج يجي في العظم ولا لا سبحان الله ولا يمشي بصدره ولا الدجاجه تسردك هكا تفايش في العوم به هذاك علاش يقولوا الواحد يبيض في الفلوس هذاك علاش يقولوا الواحد يبيض في الفلوس قال لك جماعه الفيسك هبطوا على هبطوا على كناتري واحد كناتري هبطوا عليه الفيسك كيفاش شدوه كيفاه قالوا له اشتعشيت البارح قال لهم أومليت ديريكت حصل لك الذبع 2019 ماهوش باش يكون كيما 2018 لحصيلوا تصفيق على 2019 تحية كبيرة للإعلامية نورس تليلي أهلا وسهلا نورس كل عام وانت حي بألفين قبل كل شيء خلينا نرحبوا ترحاب كبير 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 بالفنانة اللي نحبوها برشا 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 كوثر البارتي مرحبا ونرحبوا كذلك بالفنان الجميل عادل يونس مرحبا عادولة اهلا وسهلا مرحبا بكم كل عام وانتم حيين بالف خير مرحبا بكم ان شاء الله انتم زاده حيين بخير والامه العربيه الكل زاده حيه بخير امين يا وخاصه رب. بلادنا تونس ان شاء الله يا رب يعمها كان الامن ان شاء الله امين عادولة كل عام حي بخير ان شاء الله عامكم مبروك وان شاء الله بوناني للناس كل اللي يتفرجوا فينا توا وان شاء الله يعملوا معنا جو الليله
ونحبوا جو كبير يسير. ان شاء الله انت وكبت التظاهرات الثقافيه الكل عام كامل تلت عام كامل، خاصه في السرح الثقافي الكبير اللي كان مكسب السنه لنا احنا مدينه الثقافه. السنه كيفاش كانت الاجواء؟ يظهر لي خفوا معناها التظاهرات في المسرح وفي الكوليزي وين تعودنا، ولقينا معناها مدينه الثقافه هي تنفيسه لنا احنا وتنفيسه للفنانين الكل. هذا هو ألفة، كنا شفنا أيام كارتاج لمختلف الفنون، وهذه مبادرة من مبادرات وزارة الشؤون الثقافية، كنا تابعناها على القناة الوطنية في برنامج الثقافة بلوس، تابعنا كل التظاهرات الثقافية، فما شكون انقدوا فما شكون استحسن أنه تكون مهرجانات على أسامي كل فن، معناها شعرية، فن المعاصر، أكثر من مهرجان. أي؟ وفما زيد شكون انقد، خاطر كي نجيو نحكيو على تظاهرات داخل مدينة الثقافة فما برشا تظاهرات جيت ورا بعضها ألفة. فما تظاهرات جيت مثلا أيام كارتاج لفن المعاصر، جيت نهار 20 سبتمبر، زيد أيام كارتاج للفنون العرايس جيت نهار 22 سبتمبر، أيام كارتاج المسرحية والسينمائية وكل الموسيقية جات نهار 29 سبتمبر. دونك ثلاثة جاوا ورا بعضهم، هذه اللي عمل نوع من ما تمهميش للمتابعين الناس سقطوا اللي معنا كل فنانين وممثلين. تدير التظاهرات معناها بصورة ما كانتش منظمة برشا، دونك هذا هو اللوم الوحيد. سينو هذه صرح وكسب كبير للتوانسة، للمبدعين، للفنانين التوانسة، نفرحوا به على خاطر تزيدت وزادت برشا للمشهد الثقافي في تونس. الاقبال كان به في مدينه الثقافه من العائلات التونسيه ومن الفنانين وكل شيء موجودين. كل ما فما تظاهرات، احنا حكينا كان على ايام كارتاج لكل فن، لكن التظاهرات كانت ديما موجوده خاصه في مدن الفنون، ايام الجهات، فما المعارض، الصالونات، الورشات كانوا ديما موجودين في مدينه الثقافه. اذا نزوم على الثقافه وبرنامجك مازال متواصل؟ هي ثقافه بلس ديما متواصل بلوس على القناه الوطنيه الثانيه كل نهار احد. ساده مشاهدين ينجموا يتابعوا المغرومين بالثقافه واحباء الثقافه زي. تحيه كبيره ليك نور، شكرا ليك وتحية زملائنا في القناة الوطنية الثانية. شكرا لك لله، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. إذا باش نواصلوا الآن مع فقرة كويس دراما، تفضلوا. إذا باش نعطيو مرحبا بكم مرة أخرى. ما بين الفقرات اليوم في حلقتنا باش نعطيو بعض اللقطات من بعض الأعمال الدرامية والمسرحية، وكل واحد فيكم ما شاء الله من الدراما ومن المسرح موجودين يطلعنا اسم العمل والمخرج. يلا نبداو مع المقتطف الاول لو تسمحوا. نبدا معاك لمين. ما زلت خايفه على الجماعه من هوك الناس. ما نظنش مبروك جماعته يوصلوا لحمر قصر. نقابل عمي وهاشم ونحذرهم. وانت يا مراه اش عملتي مع جلول؟ جلول عمي تاع حوريه ومقاوي هاشم وكل شيء بالمكتوب. اذا اعطينا لهاشم الحق في رباحه حوريه ماهيش اجمل منك. انت خير بكل صفه. اقنع جلول خلي نجاورك في القصر. جاوريني اني شاكر طال الزمان ولا قصر. انت مرهنه على شاكر وهاشم طامع في ربيح. اذا تحيه لكل ابطال المسلسل ديال شكون ماتوس اخراج سي حمادي عرفه. تحيه كبيره للمخرج القدير حمادي عرفه. تحيه كبيره 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 لي. يلا نشوفوا المقتطف الثاني ونشوفوا مع الفنانين نتاعنا يعرفوا ولا شوفوا المقتطف. يا سي العربي ولدي هذه لو كان نموت وخليها مازالت ما عرزتش الا ما يدي تخرج من قبل. لطف عليك يا ميم لطف عليك، مسافه صغيره توا مكتوب هاي شيء. مسافه صغيره يا عربي يا ولدي، راهي 17 سنه عامين اخرين وما عاد يزفر عليها احد. شبيه راهو نهزها معايا الفروحات نكري التبديله ثم بثمي وراسك انت لحد يخزر لها في الحمام ما نخليهاش تنزح حوايجها قدام الناس الا في المطهره. يا امي ما زالت صغيره زودها بدعوه خير توا ربي يسهل لها ان شاء الله يا وليدي ان شاء الله من فمك ربي. دار لي لا لا كثر لي خلينا خلينا دايم الفرح دايم الفرح. برافو برافو سفيان. اخراج شكون؟ انا دايم الفرح بسيف الله خلينا نخرج. وفيها سي عبد العزيز المحرزي. تحيه كبيره كبيره للفنان القدير والمخرج عبد العزيز المحرزي. وفيها زوج ممثلين من احسن ما عندنا في المسرح اللي هي الاستاذه وال الفنانه الكبيره القديره الممثله المسرحيه اللي ابهرت الناس منى نور الدين. تحيه كبيره للفنانه القديره منى نور الدين اكيد. وتحيه كبيره اللي معها سي شريف العبيدي. اي شريف العبيدي اللي ان شاء الله ربي يشفيه. انتاج فرقه بلديه تونس وفيها ريم الزريبي. ريم الزريبي اول دور عزيزه ابو لبيار. مش اول دور لكن احلى ادوارها عزيزه ابو لبيار.
الله يرحمه زاد كيف كيف مسرحيه حلوه سليم محفوظ, سليم محفوظ. فيها عنده دور يسرح له وحبيب في الحنيشي زاد معاه الله يرحمه الله يرحمه مي عناصر حسيلو من احلى ما جابت الساحه الفنيه اكيد الله يرحمه وينعمهم نشوفوا المقتطفين ربي يفضلهم بياسر ربي يفضلهم بياسر نشوفوا المقتطف الثاني من العمل الموالي يلا مسكين ما مساكن الا احنا يا سي طيب ما مساكن الا احنا احنا المساكن دار اش قال يا جماعه اليوم اش قال قالك يحب يكتب رزقه عمادي اها مشكون مشكون اه شكون؟ قل له قل له شكون؟ اسمع يا سي طيب الساعة نبدا بيك انت لا ليك سريقك ولا ليك انت زاد كذلك الجرة الباكة فيك اللي عندنا يا ولدي محليهم اعمال الفنية القديمة محليها محليهم قولك طلعت شنية؟ هذا ترش حكمة أنا. غافو أي المخرج المخرج ما نعرفوش لكن نعرف برشا ممثلين مع حسن الخلسي أي محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي سيد دراجي المخرج مختار حشيشة أنا مختار حشيشة مختار حشيشة البطل وقت نتاع المسرحية هذيك أي الله يرحمه وينعمهم نمشيو للمقتطف الموالي يلا محاذي الخضار ززار بجنبه جزار والمسلخ في وسط الدار قداش حقايق مردوم قلب دخلوا مات السوق مني انا ومنهم هما قلب دخلوا مات السوق مني انا ومنهم هما عدولة اي مجلعوني خطيني مجلعوني نردين بالعيد نوردين بن عياد منجي العوني منجي العوني ممثل كبير 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 وقدير وبالحق ممثل من الممثلين الكبار اللي ما لقاوش حظهم اللي ان شاء الله ان شاء الله توا قريب قريب يرجع زيد باش يعمل احسن حتى من خاتيني خاطر كاتب نص روعه وبقدره ربي منجي يرجع احسن حتى من تحيه المنجي وتحيه نوردين بن عياد كذلك ما نعرفش الشباب نتاعنا تعرفوها السيري هذيا ولا المسلسل هذيا ولا يعرفوها برشا يعرفوها برشا ما يعرفوهاش اللي كانت معناها خذيت صديق كبير كبير وكانت من انجح المسلسلات اللي تعداو في الجلسه التونسيه بالنسبه لي انا احسن حلقه تاع رمضان هذيك عرفت تاع وين البن تاع البن والكل نشوفوا المقتطف الاخير لو تسمحوا حسين وين مشي قال بنوصل للحوش للحوش ما قالكش الوهم مشي للحوش ما قالش والأمور ماشية على أحسن ما يرام حسين يخدم بقلب ورب وحتى من خدامة طايعينه وعاطين جهدهم إذن المسلسل هذا دوار الدوار الدوار أكيد عبد القادر الجربي عبد القادر الجربي أي تحية تحية كبيرة للمخرج عبد القادر الجربي الدوار من انجح المسلسلات اكيد في رمضان من احلى المسلسلات اي بربي بربي ديما نحكيو على المخرج والمسرحيين لكن ننساو الموسيقى اللي هي بالنسبه لي انا منظر الديمسي المنظر الديمسي يستحق تحيه نقول له ان شاء الله كل عام تحيه لي وتحيه سي حمادي بن عثمان وتحيه لبرشا الموسيقيين والمؤلفين والناس الكل اللي خدمت نفس الممثل اللي هو حسين محمود هو الكاتب اي اكيد تحيه كبيره لي ومحبين هذه لمسه وفاء للمخرجين والفنانين الكبار اللي قدموا من انجح واحلى الاعمال نرجعوا للموسيقى ونرجعوا للجو ونرجعوا للتونسي 100% وكي نقولوا تونسي 100% مش نقولوا شكون سفيان سفيان الزيدي يلا سفيان تصفيق قوية للسيد الفنان عطيل معاوية لا أستاذ
القلب معذب و وما يبات الليل هاني يا طفلة والله مكواك يا 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 طفلة والله مكواك من هجرك نا نا صرت فاني يلا من صغرة تعجبني بني جاري حمودة بني جاري حمودة من نظرة سحر الدين طوله زين مكدودة من صغرة تعجبني بني جاري حمودة من نظرة سحر الدين طوله زين مكدودة شباك وتتبسم شباك وتتبسم نحكي معاها بالإشارة خايف حتى نتكلم خايف حتى نتكلم سحرتني
طولوزين مجدودة طولوزين مجدودة ومن عليك كلمة الله يسامح حمودة حمودة يا جاري دبار علي واه يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا واه يا نونا يا بابا هي يا بابا يا بابا يا سيدي منصور طلع علي وزيد علي عزوز الله يا رجالة بابا علي عزوز يا بابا الله يا رجالة وزيد علي عزوز الله يا رجالة على جبل صغوان يا بابا ونبح شديهم سالة على جبل صغوان يا بابا ونبح شديهم سالة Let it.
الحجاج اللي زاروا يا حجوا جابوا البشارة والله جابوا البشارة نمشيو الفقرة خاصة حضرناها لكبار الفن، كبار شنو؟ كبار في القيمة والقدر والتجربة، تحية كبيرة ليهم. نمشيو الفقرة الأولى من كبار الفن ثم نواصلوا، يلا. فيه الحياة الدؤوبة، يعني ديما يقعد حي، ولذلك معناها ما تسميش ذكريات، لكن كلها ذكريات طيبة. كان ذكر أي عمل سواء في كل مجالات البرامج من إعداد وإخراج وبرشا أعمال كبيرة مع زملائي وأحبائي بالتلفزة التونسية، كلها معناها تذكرني بذكريات طيبة، وما فماش حتى ذكرى بكل صدق يعني من غير عجب حاجة ذكرى مشينة، كلهم ذكريات طيبة وجميلة. وأنا الوقت هذا بعد تقاعدي قاعد نعيش به. اللي قعد في البال أكثر شيء قداش مني عم فرج، يمكن هو مميز على خاطر كان معايا زميل نحبه برشا وتوفى الله يرحمه عزوز الشناوي. التلفزة الوطنية أنا معها ذكريات حلوة برشا، هي السبب في شهرتنا، وهي السبب، هي اللي وصلتنا للجمهور. مسلسل الدوار ومسلسل فجر الرمل مطوس، كل هذه الأعمال قربتنا من الشعب الكريم. ذكريات حلوة كانت في برشا مسلسلات، أحسن مسلسل كان لي بيان سور اللي عرفني بالعبيد وكل هو الخطاب على الباب، واللي ما حبش يتنحى جملة صدقني قد ما خدمت ويقولوا لي تي وينك عندك قداش ما ظهرتش. التلفزة بالنسبة لي أنا هي البريود الكبيرة والقوية اللي فيها ازدهرت معناها الدراما التونسية، دونك اللذة هذيك اللي قاعدة معناها، واللي الدليل أنه لإعادات وأنه حتى الشعب التونسي متمتع. أنشط بين الحين والآخر عندما أدعى إلى مهرجان أو إلى أمسية شعرية، فال يعني الفكر موجود ودائما أنه لا شغل لي ولا تقاعد لي سوى أني أعمل حتى الموت. طولت شوية على التلفزة، آخر حاجة كانت في الوطنية عام 2011 الأستاذة ملاك دور حنيفة سيدة الحومة الأولى، الإخراج كان سي فرج سلامة. موجودين في المسرح، موجودين في الحقل الثقافي، خاصة في المسرح. المسرح هو معبد النسيان بالنسبة لنا، في مسرح الفقر، لكن متمهين معاه وشيخين معاه. الفنان في تونس بصراحة منهم أنا كذلك، يعني بعد هالسنين الطوال ونلقاو رواحنا غايبين وغايبين على المشهد التلفزي اللي هو في حد ذاته المشهد التلفزي اللي هو متاع القناة الأم اللي هي القناة تونس واحد.
يعني اللي هي عودتنا بالمسلسلات وعودتنا بالإنتاجات وبرشا ناس تربوا عليها وتربوا فيها. بصراحة أنا يؤسفني أنه ما عمناول مثلا ما وقعش مسلسل يعني بعدم معناه وجود مسلسل في القناة الوطنية. ثم ناس بقوا لأنهم تربوا على الوطنية، تربوا على المسلسلات اللي فيها الكلمة الطيبة وما فيهاش التجريح وما فيهاش كلمات السوء، ومعناها تربوا على الوطنية.